رحلة عبر مسار التاريخ تجسد عظمة هذا البلد بأمجاده ومراحله وأعوامه. مساعد بن خضير والتفاصيل. مسار التاريخ هو مسار لرحلة يستمتع فيها الزائر بعدد من المشاهد والمنحوتات التي تمثل القيم الراسخة من البداية حتى اليوم، من خلال مسار يعرض فيه 19 مشهداً معبراً عن الخط الزمني لتاريخ المملكة العربية السعودية منذ عام 1727 حتى اليوم. فعالية طبعاً رح نحتفل فيها اليوم تأسيس بلد، واللي هو بلدنا العظيم اللي اليوم ينافس مسار التاريخ اللي يعبر عن بدايات السعودية من تأسيسها الدولة السعودية الأولى إلينا اليوم كاقتصاد الحمد لله وقوة ونظرة للمستقبل. وتتكون الرحلة من زيارة عدة مناطق، منها جلسات واحة النخيل ومنصة عرض رقصات التراث الثقافي المتنوعة وخيمة الحنة وأركان للمأكولات الخفيفة بنكهة تاريخية ثقافية. احتفل بيوم التأسيس مع أمي. اليوم احنا يوم التأسيس. يوم التأسيس عجبكم التأسيس؟ كثير. هذا وش شنطة؟ ايه. وش فيها؟ دخلت فيه فلوسي. حلو اليوم التأسيس؟ والله حلو. استمتعت هنا وشفت أشياء كثيرة، شفت التاريخ وشفت كثير أشياء واستمتعت هنا. جاي ومنبسطة مرة وحنطتنا كسب يدي. جايين نحتفل ونتمشى نشوف المكان. وانت؟ جايين بعد نحتفل ونشوف الناس. أبا أشوف بيت الشعر وأرجع ذكريات الماضي وأقعد أشوف الأشياء الحلوة اللي هنا. ما جاي عشان أشوف الفعاليات المسار المسارات. ليش لابس اليوم لبس التأسيس؟ عشان يوم التأسيس اليوم. لبسك حلو ترى. شكرا. كل شيء عجبني والله هنا، مثل أشكال التراث زي كذا مرة حلو. تجربة تاريخية بمحطات مختلفة تحتوي على التجربة والانغماس في النسيج الغني لماضي المملكة والتجول في تاريخها العريق الذي يمتد إلى ما يقارب 300 عام.